أهلا بكم في برنامج شخصيات وتاريخ. نتعرف اليوم على إحدى الشخصيات التي أثرت في تاريخ الأندلس والتاريخ الإسلامي بصفة عامة. فهذا الرجل عندما مات فرحت أوروبا كلها بموته. جلسوا على قبره يرقصون ويتناولون الخمور، فقال أحدهم: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحد على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. إنه ليس صلاح الدين الأيوبي، ولكنه شخصية عظيمة يجهلها الكثيرون. إنه الحاجب المنصور، هل سمعتم عنه؟ يتحدث عنه التاريخ فيقول: حين مات القائد الحاجب المنصور فرح بخبر موته كل أوروبا وبلاد الفرنجة، حتى جاء القائد ألفونسو إلى قبره ونصب على قبره خيمة كبيرة فيها سرير من الذهب فوق قبر الحاجب المنصور، ونام عليه ومعه زوجته متكئة. يملأهم نشوة موت قائد الجيوش الإسلامية في الأندلس وهو تحت التراب، وقال ألفونسو: أما ترون اليوم قد ملكت بلاد المسلمين والعرب وجلست على قبر أكبر قادتهم؟ فقال أحد الموجودون: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحد على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. فغضب ألفونسو وقام يسحب سيفه على المتحدث حتى أمسكت به زوجته وقال: لقد صدق المتحدث، أيفخر أحدنا بالنوم فوق قبره؟ والله إن هذا لا يزيده شرفا، حتى بموته لا نستطيع هزيمته، والتاريخ يسجل انتصارا له وهو ميت. قبحا بما صنعنا وهنيئا له النوم تحت عرش الملوك. إنه الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر العامري، ولد سنة 326 هجرية بجنوب الأندلس. دخل متطوعا في جيش المسلمين وأصبح قائد الشرطة في قرطبة لشجاعته، ثم أصبح مستشارا لحكام الأندلس لفطنته، ثم أميرا للأندلس وقائدا للجيوش. لقد قاد بالجيوش الإسلامية أكثر من 50 معركة انتصر فيها جميعا، ولم يهزم ولم تسقط له راية، ولقد وطئت أقدامه أراضي لم يطأها أقدام المسلمين من قبل. لقد كانت أكبر انتصاراته هي غزوة ليون، حيث تجمعت القوات الأوروبية مع جيوش ليون فقتل معظم قادة هذه الدول وأسرت جيوشهم، وأمر برفع الأذان للصلاة في هذه المدينة الطاغية. كانت بلاد الغرب والفرنجة تكن له العداء الشديد لكثرة ما قتل من أسيادهم وقادتهم. لقد حاربهم 25 سنة مستمرة قتالا شديدا لا يستريح أبدا ولا يدعهم يرتاحون، فقد كان ينزل من صهوة جواده ويبتطي جوادا آخر للحرب. كان يدعو الله أن يموت مجاهدا لا بين غرف القصور، وقد مات كما يتمنى إذ وافته المنية وهو في مسيرة لغزوة على حدود فرنسا. كان عمره حين مات 60 سنة، قضى منها أكثر من 25 سنة في الجهاد والفتوحات. ذهب المنصور إلى لقاء ربه وسيبقى اسمه خالدا مع أسماء الأبطال في تاريخ الإسلام. ولقد كان في نيته فتح مدن فرنسا الجنوبية بأكملها. فهل عرفتم لماذا أقام ألفونسو قائد الفرنجة خيمة على قبره الآن؟ لقد استشهد وفي جيبه قارورة تحمل غبار معارك وفتوحات المسلمين. استشهد وجسده يحمل جروح المعارك التي خاضها لتشهد له عند الله. كان كل همه لقاء ربه، وهو معه ما يشفع له عند الله. إنه القائد الإسلامي الكبير الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر.